سهلا بكم اي مره اخرى, وهذه المره ان شاء الله نمشيو نبدلو شويه يعني الاجواء, نمشيو للمجال ديال الموسيقى ونشارك معكم واحد الجو ديال واحد الارز غيطة. نبدا معكم بعيور ونمشيو للهديه اللي كيجيبوها الناس او الاهل والاحباب من العائله ديال العريس, وبعد ذلك نعمل واحد فرجة يعني اللي هي صغيره خفيفه كتمنع الى نكون خفيفه على القلوب ديالكم باش ما نطاوش عليكم. خليكم معنا. انا عندي كمان عندي